معانا تقرير تاني في إطار حملة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية للتوعية والكشف المبكر عن مرض الجلوكوما أو المياه الزرقاء. شاركت الشركة في فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمرض الجلوكوما، وذلك بالتعاون مع مستشفى الرمد بالإسكندرية. نشوف تفاصيل أكتر في التقرير ونرجع تاني. كله بيحتفل بيه الاسبوع العالمي لمرض المياه الزرقاء. مرض المياه الزرقاء ده مشهور على مستوى العالم ان هو حرامي البصر، لان هو مشكلته الكبرى ان هو مرض بلا اعراض. ابتدي المريض يحصل له تطور في الحاله بتاعته لدرجه ان هو ممكن يفقد بصره، فبالتالي المريض لما بيجي يكتشف ان هو عنده مياه زرقاء بيكون فقد جزء كبير من بصره. احنا متواجدين النهارده في مستشفى الرمد اسكندريه، مستشفى الرمد العام باسكندريه. بندعم اليوم العالمي لمرض المياه الزرقاء، احنا بنعمل سكريننج فحص عشوائي للمرضى المترددين بشكل يومي على العيادات بتاعه المستشفى، ان هو يتعمل لهم قياس لضغط العين. لو حد فيهم طلع محتمل ان هو عنده ارتفاع في ضغط العين بيتحول على عياده الجلوكوما وبيبتدي يتاخد معاه الاجراءات اللازمه لعلاجه، وبنصرف العلاج بشكل مجاني. واحنا في جزء بتاع العلاج ده بنتميز بحاجه ان احنا بنقدم للمريض، لان معروف ان ادويه ضغط العين هي ادويه تعتبر على مستوى العالم ادويه غاليه، ان احنا بنقدم للمريض دواء بسعر معقول كدواء لعلاج المياه الزرقاء، وفي نفس الوقت بنغطي كل يعني الادويه اللي بتعالج مرض الجلوكوما. ومرض المياه الزرقاء دي هي ليها انواع كتير واشكال كتير، تقريبا احنا الشركه الوحيده اللي بتغطي كل الانواع والاشكال دي، وبرضه بكرر ان هو دواء بيه جوده عالميه وفي نفس الوقت بيه سعر متميز. الدور اللي النهارده شركه أوركيديا مشكوره بتعمله ان هي بتساعدنا عن طريق وضع منشورات للناس، واحنا طبعا بناء على توجيهات الدكتورة أميرة طهي ومديرية صحة اسكندرية، كمان هنعمل حملة تثقيفية عن طريق القوافل الطبية ونوزع هذه المنشورات حتى على الناس اللي هي مش جاية تشتكي من العيون، بحيث ننشر هذا الوعي الثقافي بين الناس في مختلف الأماكن في اسكندرية. بسبب ان احنا شركه أوركيديا من ضمن المسؤوليه غير المسؤوليه البيعيه ليها، من ضمن جزء المسؤوليات هي مسؤوليه الخدمه الاجتماعيه. احنا النهارده بنوفر جزئيه من الدعايه والتوعيه لمريض الجلوكوما، التوعيه بالمرض ايه بالظبط واضراره وايه المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها، سواء كان مريض جلوكوما او مريض غير جلوكوما ممكن يكتشف بعد كده او يكون احد الاسباب يكون عنده جلوكوما في المستقبل. النهارده بمجرد ما بنعمل سكريننج ومسح للعيانين نشوف قياس ضغط العين ويرجع العياده ويقيم هل هو مريض جلوكوما ولا لا، متوفر معانا النهارده العلاج مجاني. وكده موفره كل البورتفوليو ادويه الجلوكوما الموجوده في السوق المصري باسعار مناسبه، بحيث ان هو العيان يقدر يكمل العلاج، لان ده دواء كرونيك والعيان بيحب افوردبل برايس يكون مناسب بالنسبه له يقدر يكمل عليه للفتره الجايه.